عبد الرحمن أحمد ابن محافظة أسيوط قرية الصعيد. حابب أوجه رسالة لسيادة الرئيس والشعب المصري. عايز أقول 100 مليون وعشرين مليون 120 مليون يا ريس، إحنا معاك. ما تلتفتش لأي أشخاص، ما هم إلا فئة قليلة جدا بتمثل الرأي المعارض والذي يمولهم جهات خارجية. جميعا نعلمهم من يمولهم من جميع الأجهزة المخابراتية الأخرى التي تدعم هذه القلة القليلة التي تستهدف الإنزال بالدولة المصرية وتستهدف الطبقة الغير واعية من أبناء الشعب المصري. عايز أقول لكم إحنا فهمنا اللعبة جدا. عايز أقول لكم إن جميع شعب مصر تحت فخامة الرئيس السيسي ورهن إشارته. ده حقيقة، احنا كلنا بنحبك يا ريس. أرجوك لا تلتفت لمثل هذه الـ الإساءات البسيطة جدا. أنا نعلم جميعا أنك حضرتك ومعليك تتحملت الضغوط كثيرة جدا من أجل الوطن، وأعلم جيدا جدا أنك تحملت ما فوق الوصف من أجل هذا الوطن. أرجوك يا ريس كمل معانا، نحن لا نشعر بالأمان إلا معاك. بجد نحن مرينا بأسوأ الظروف منذ الثورات 2011 والفترة الخبيثة التي كان يحكمها الإخوان المتأسلمين، وكنا بنشوف البلطجة وأعمال الشغب وقلة الأمان اللي بتحصل. أنت وفرت لنا أهم عامل يا ريس اللي هو الأمان، والأمان هو اللي جاب الاستثمارات وجعل الدولة المصرية تحت مظلتك عادت لمسارها الصحيح على المستوى السياسة الخارجي. عدت لكل الريادة العالمية دلوقتي مصر مصنفة من أقوى الاقتصاديات الناشئة بقوة في الشرق الأوسط. عايز أقول لك يا ريس إحنا مدونين ليك بالشكر، إحنا بنشكرك جدا وبنحبك جدا. الناس مش مدركة أيام فترات وبتقارن ما بين فترات رئاسية معينة، وده مش صح جدا. الفترة الرئاسية السابقة اللي كانت للرئيس مبارك نحن نجني ثمارها الآن من فساد، من بيع أراضي. أوعى تنسى إن الرئيس مبارك بسبب إهماله في آخر 10 سنين ليه هو اللي سبب الإرهاب في سيناء، وكان بيدي الإرشانات إرشانين للناس في سيناء الإرهاب يروح عشان يسيبوا الناس ما يحصلش مشاكل في الدولة. احنا عارفين كل حاجة ومدركين. مفيش رئيس دولة في مصر جريء جه زي فخامة الرئيس، قضى على تجار الفساد اللي في الدولة ونظف سينا. لن ننسى سينا التي اختطفتها من الفساد يا ريس. احنا معاك وبنشكرك جدا وتحيا مصر. ده بجد لانك انت رئيس تستحق انك انت ريس، نقولك ألف شكر.